بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن الآن، ها قد يعني خلاص اللقاء بدأ، يعني هيبدأ، يعني إيه؟ ها قد اقتربت صافرة البداية من الحكم المباراة اللي هيلعبها النهاردة نادي الصحابة أمام الهايك ستيب. نبدأ بتشكيلة نادي الصحابة. اللي في الهجوم بيلعب اللاعب وليد، اللاعب رقم 30، وعلى الشمال اللاعب شديد، وعلى اليمين اللاعب عمرو هشام اللاعب رقم 23، وبيسو بيلعب كصانع ألعاب النهاردة اللاعب رقم 17، وفي الارتكاز بيلعب عبد الله صلاح وحسام فريد. الدفاع على الشمال بيلعب عز، والبين دفاع احمد خالد وعمر علي، وزيدان بيلعب على اليمين النهارده، اللاعب اللي بيلعب في مراكز كتير الحقيقه. هذه خطا على طول، هينفذ كره اللاعب خالد او اللاعب محمد صلاح، ولكن خالد بينفذ الكره على طول والتسديده، ولكن بعيده جدا عن المرمى وبتخرج لضربه مرمى لمصلحه اللاعب عمر نصير. على طول الكرة داخل منطقة الجزاء والتسديدة، ولكن بعيدة جدا، بعيدة جدا، بتخرج رقم 21. وادي الكرة على طول، وليد بالفعل بيكتسب الكرة، ممكن يسجل، ممكن يسجل، ولكن بيخرجها على طول، والحكم بيحتسب ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لمصلحة نادي الصحابة بيحتسبها الحكم في هذه اللحظات. بيكتسب الكرة اللاعب وليد على طول، او خطا بيحتسبه الحكم، مش ضرب الجزاء بيحتسبها الحكم حاليا، هو فاول بيحتسبه الحكم للاعب وليد. في التحام قوي جدا ما بين اللاعب رقم 21 في نادي هايك ستيب واللاعب وليد. الكره بالفعل بيكتسب الخطا، من سينفذ هذه الضربه الحره؟ ادي على طول بيلعب الكره على طول اللاعب بيسو التسديد، ولكن بتخرج على طول من فوق المرمى هايك ستيب. ادي اللاعب ابراهيم على طول بيلعب الكره في العمق، بتوصل على طول عند اللاعب ديفو بشكل خطوره كبيره والهدف، ولكن يا سلام بتخرج الكره. ادي اللاعب بيسو على طول بيسدد كره على طول ولا هدف، يا سلام عليك يا بيسو، هدف التقدم، هدف غالي بكل تاكيد، كابتن نادي الصحابه بيسجله في هذه اللحظات. اللاعب بيسو يا سلام عليك، هدف ولا اروع، ولا اروع، حطها له في الزاويه البعيده على طول، على طول الكره في نص الملعب بيلعبها على طول في العمق داخل منطقه الجزاء، بتوصل على طول ولكن نصير بيتصدى، وفي تسلل بالفعل، حكم الرايه بيرفع رايه التسلل، تخرج الكره رميه تماس. هذا اللاعب خالد على طول مره ثانيه بيجري بكورته دخل منطقه الجزاء، ممكن يسكر خطوره وبالفعل ممكن، ولكن ديفو فين تخرج الكره. هذا اللاعب خالد على طول بيلعب الفاول، ولكن بتعدي من فوق المرمى على طول سليمه على مرمى نصير، بيلعبها على طول في العمق، ممكن يسجل، ممكن يسجل والهدف، ولكن فين؟ يا سلام يا نصير، يا سلام يا نصير، على طول بيلعبها ولكن فين؟ سهلة وبتعدي من فوق المرمى على طول، بتعدي من فوق المرمى وبتخرج ضربة مرمى لمصلحة نادي الصحابة. الركنية بيلعب الكرة على طول، توصل عند اللاعب ابراهيم بتعدي وادي التسديدة، ولكن فين؟ سهلة جدا، سهلة جدا، وبتعدي الكرة على طول في نص الملعب. بالفعل الحكم بينهي هذا الشوط، استراحة قصيرة ونرجع لكم بالشوط الثاني، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وفي هذه اللحظات يطلق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني، فمن سي من هل الصحابة هيثبت نفسه أكثر أو سيعادل النتيجة نادي هايك ستيب؟ وادي الكرة على طول بتخرج رمية تماس لمصلحة هايك ستيب على طول. بتلعب الكرة على طول عند اللاعب ديفو على اليمين، ولكن يا سلام على اللاعب حسام فريد، والحكم بيحتسب خطأ لمصلحة نادي هايك ستيب. اللاعب ديفو بيكتسب خطأ في اللقطة اللي فاتت. بيلعب الكرة على طول، هل هتعدي سليمة والهدف؟ هدف التعادل، هدف التعادل، قلت لكم هيسجل، اديله الكرة قدام الجون وهيسجل. اللاعب ديفو بالفعل بيعادل النتيجة وبتصبح 1-1 في هذه اللحظات. خطأ فادح من دفاع نادي الصحابة، وبالمقابل بيستقبل شباكه وبتستقبل هدف. عبد الرحمن جمعة بينزل مكان اللاعب عبد الله صلاح، على طول الخطأ ينفذه اللاعب خالد، على طول بيلعب الكرة بتعدي من فوق المرمى سليمة بتعدي من فوق المرمى. ادي على طول الكرة عند اللاعب وليد بتوصل عند عمرو الشام على طول، عمرو الشام ممكن يسدد ولكن سهل عند الحارس، سهلة جدا عند الحارس. على طول هيلعب الكرة اللاعب محمد، بيلعب الكرة على طول في نص الملعب، بتوصل عند اللاعب خالد تسديدة على طول ولكن سهلة بتعدي جنب المرمى. بيلعبها على طول، عدت على طول عند اللاعب ديفو والهدف الثاني، هدف ثاني بيسجله اللاعب ديفو، صاحب الهدف الاول لنادي هايك ستيب، وبتصبح النتيجه الان 2-1 ويعادل النتيجه مره ثانيه. وادي بيسو على طول بيسدد الكوره ولكن بتصطدم في القائم البشري، في الحائط البشري، طول في نص الملعب، بتوصل عند اللاعب ديفو اللي سجل هدفين النهارده،
وادي ديبو على طول وهدف ثالث، هاتريك للاعب ديبو اللاعب رقم 16. 3-1 النتيجة بدأت تبقى صعبة جدا على نادي الصحابة. 3-1 لمصلحة نادي هايك ستيب. ديبو سجل 3 أهداف، هاتريك للاعب ديبو. ادي عمرو هشام خارج من الملعب، خرج على طول اللاعب عمرو هشام. ادي زدان على طول بتوصل عند عبد الرحمن جمعه، وادي عز مره ثانيه. عز ممكن يسدد، عز ممكن يسدد والتسديده، ولكن يا 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 بتعدي الكره وبتخرج. 5 في الحائط البشري او 6 في الحائط البشري، على طول بيسدد الكره ويا بتعدي، بيلعبها على طول في نص الملعب، بتوصل عند اللاعب حسام فريد. حسام فريد فين يا حسام؟ فين يا حسام؟ فين يا حسام؟ مرتده سريعه على طول، لعب الكره على طول عند اللاعب خالد، وتسلل بالفعل. حكم الرايه بيرفع تسلل على اللاعب خالد اللاعب رقم 12. بيسو بيعدي على طول اللاعب ابراهيم اللاعب رقم 7، بيجري جنبه اللاعب احمد خالد على طول. يا سلام يا احمد، يا خالد يا سلام. تبديل ثالث سيقوم به نادي الصحابه. قام بتبديلين نادي الصحابه، خرج اللاعب وليد على طول، هيلعب اللاعب محمد. بيسدد كره على طول ولكن فوق المرمى، بعيده جدا بعيده جدا عن المرمى. توصل له على طول، كرة بتوصل على طول عند اللاعب ديفو، تسديد على طول، لكن يا سلام على نصير. نصير بيتصدى بيتصدى لشوطه كانت قويه جدا على المرمى، وبتخرج على طول، بتخرج على طول الكره في هذه اللحظات، بيلعبها على طول. يا سلام، بتوصل على طول عند اللاعب شديد، ممكن يعرض من هنا. يا سلام، بيعرض بالفعل، وادي التسديده. يا سلام، حلوه جدا اللقطه الماضيه، ولكن الحكم بيحتسبها على طول، تحسب الكرة اللي فاتت تسلل لمصلحة هايك ستيب. على طول هيبقى خطأ اللاعب عبد الرحمن جمعة، بيلعب الكرة على طول، بتوصل في العمق على طول. يا سلام، ممكن يسجل، والحارس يا والقائم صد الكرة وضربت في القائم فوق ونزلت مرة تانية على طول. بتوصل الكرة عند اللاعب عز، بيباص الكرة على طول ولكن سهلة، بتوصل للاعب ابراهيم. ابراهيم على طول بيسدد كرة، بتوصل مرة تانية وهدف. يا سلام على التصدي من اللاعب نصير، تصدي ولا اروع من اللاعب نصير، وبتوصل على طول ضربة ركنية لمصلحة هايك ستيب على طول. هدف رابع يقتل اللقاء، يقتل اللقاء بكل تأكيد. 4-1 النتيجة بدأت تبقى صعبة جدا، 4-1 نتيجة صعبة على نادي الصحابة. بينهي الحكم اللقاء. شكرا لكم على استماع للاستماع، ونتمنى مشاهدة ممتعة لكم بإذن الله، وهارد لك لنادي الصحابة. بنتمنى أن نشوفكم في لقاءات تانية بإذن الله.